استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة الفريق بحري سموئيل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له قائد الأسطول الخامس وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس والوفد المرافق له مشيدا معاليه بما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وروابط تاريخية وثيقة مستمرة لا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية ومؤكدا معاليه أن العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود طويلة قائمة على التعاون الوثيق حرصا لتحقيق جميع الاهداف والمصالح المشتركه بين البلدين والشعبين الصديقين كما تم تبادل وجهات النظر بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين